بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشوف ازاي نرسم مع بعض اللوحة بتاعت البايبنج اند انسترومنتيشن دايجرام. تمام، هاجي هنا على بروجكت مانجر واجي هنا على البي اند اي دي دروينج واقول له نيو دروينج واقول له سميها لي مثلا اس واقول له اوكي، فبيعمل لي اللوحة بالشكل ديت. تمام، هبدا ارسم من التول باليت اهيت، اقول له انا عايز احط مثلا اكويبمنت وليكن مثلا بامب، البامب بتاعت اهيت. تمام، لما اجي احطها بيقول لي حدد التاج، التاج بيتكون من تايب اللي هو حرف البي اختصار للبامب، والرقم هقول له مثلا 101. تمام، وبيقول لي عايز احط انوتيت، هقول له مثلا حط لي الانوتيت اللي هو اكويبمنت تاج. تمام، بيقول لي عايز احطه فين، التاج طبعا بيتحط على الراس فهحطه فوق. تمام، طيب خلينا نحط بامب تانية، او ممكن اخدها كوبي بيست اقول له 102 ونغير نوع التاج واقول له اوكي واحط التاج هنا، تلاقي الشكل بتاعه اختلف. طيب دلوقتي بعد ما حطيت التاج عايز احط مثلا ستور ستورج تانك، ممكن انا بطريقتين، ممكن ان انا احط هنا وابدا اكتب المقاس بتاعه، يعني اقول له مثلا ده 3 واقول تاب واقول له مثلا 2، ترسم معايا بالشكل دوت واقول له مثلا الرقم بتاعه 101. تمام، ظهر معايا بالشكل دوت. تمام، اقدر اقول له موف زي الاوتوكاد العادي وهرق. تمام، طيب دلوقتي انا عايز اوصل البمبات ديت بالتانك دوت. تمام، ممكن اجي هنا، من هنا تقدر تختار الشكل بتاعك زي ما انت عايز، اي شكل انت عايزه. طيب عايز ابدا احط البايب، هاجي هنا من لاينز اقول له مثلا انا عايز بريمير لاين او عندي سكندري لاين زي ما انت عايز، تقول له ده البايب بتاعتي اهي، امشي كده 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 زي ما انت عايز المسار بتاعك. تمام، طيب هنا برضه اقول له انا عايز ارسم البايب بتاعتي برضه من هنا. تمام، بالشكل دوت كده انا وصلتهم ببعض. تمام، ممكن اجي هنا اقدر احرك البايب زي ما انا عايز، ممكن اجي برضه هنا اقول له انا عايز احط انوتيت مثلا assertion level، او ممكن اقول له لا غير لي النوع هنا خليني هنا اقول له انا عايز انوتيت اوفال تاج ستايل. تمام، هو في معلومه ناقصه فمش قادر يلقطها عن البايب. تمام، يعني هنا مثلا بيقرا اسم المكنه، لو هي مش موجوده بيديها علامه تانية. ماشي، طيب لو انا عايز اغير القيم اللي موجوده هنا في التاج هدوس رايت كليك واقول له اديت وابدا انا اكتب القيم، يعني مثلا السايز مثلا 100، السبيكس مثلا هنخليها مثلا 1، السيرفس مثلا بي، اللاين هنخليه مثلا 11. اوكي، بالشكل ده. طيب لو انا عايز ابدا اعدل هنا شويه تعديلات في المسار دوت، ممكن اجي هنا اقول له ايه سكيماتيك لاين اديت، عندي حاجات مثلا زي اد جاب، هضيف مثلا جاب من هنا لهنا. طيب لو عايز الغي الجاب ديت هدوس هنا واقول له اديت ريموف جاب واروح مختار الجاب. ممكن مثلا اعكس المسار، هقول له ريفرس فلو هتلاقي المسار اتعكس. تمام، ممكن ايه تاني، ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اضيف كورنر، ابلاي كورنر، اقول له مثلا من هنا لهنا لهنا فيمشي بالمسار دوت وهكذا. فسهل ان انت تقدر تتحكم في المسار والشكل بتاعك زي ما انت عايز. طيب لو عايز اعمل جروب يضم الاثنين دول مع بعض، تمام، الاثنين بايب دول يبقى جروب واحد، محتاج ان انا اغير الورك سيت بتاعتي لحاجه تقبل التعامل السهل مع البي اي دي. فاجي هنا هلاقي عندي كذا نوع من البي اي دي حسب الرموز اللي انا مستخدمها، فاقول له بي اي دي بي اي بي. تمام، بلاقي الواجهه اتغيرت وبدا يديني بعض الادوات المساعده ليا زي مثلا بي اي دي انوتيت، بحيث اقدر احط اي انوتيت لاي عنصر انا عايزه. تمام، اكيومنت تاج احط له مثلا اكيومنت تاج هنا. تمام، اقول له اساين تاج للعنصر دوت. تمام، فبيديني ان انا اعمل له اساين، اعمل له رمز جديد. تمام، طيب ممكن اقول له مثلا ان انا عايز اعمل الاثنين دول جروب، هعمل عليهم سيلكت كده ولا عندي لاين جروب، واقول له ده لاين ميك جروب. تمام، العنصر ده والعنصر ده وادوس انتر، خلاص بقى الاثنين دول جروب واحد.
طيب ما دام هما جروب واحد، لما ادوس رايت كليك اقول له ايه اساين تاج، يبقى فيها هيبقى في تاج للجروب مع بعض. تمام، يعني دي لها تاج ودي لها تاج والباب لها تاج والتانك اللي تاج، وفي تاج للجروب ده كله مع بعض. هقول له مثلا خليه بالشكل دوت، سايز 200، حسب ما انا هكتب هيبدأ يحطه لي. السيرفس بتاعتي اهو، تمام، اساين ده الرمز اهو، هيبقى موجود هنا بالشكل دوت. لو عندي فايب مرسوم وعايز اضيفه للجروب مثلا حاجه بالشكل دوت، تمام، عايز اضيف الفايب او اللاين دوت للجروب دوت، هعمل ايه؟ عندي هنا حاجه اسمها edit group، بعلم على الجروب، بلاقي عندي اد ممكن اضيف حاجه، ممكن اعمل ريموف، ممكن اعمل ان جروب، افك الجروب ده خالص. اقول له هنا اد واروح مشاور على الحاجه اللي انا عايزها، الاوبجكت اللي انا عايزه، واروح دايس انتر. خلاص دلوقتي لما تيجي تعمل سيلكت للجروب هتلاقي ده دخل.